أثار الخراب والدمار والقصف. هم أطفال مدينة الرسن أصبحوا مشردين، يلعبون بالشارع، ألعابهم بقايا الركام. يعطيكم العافية عمو. شو عم تسوي هلا؟ ليش عم تلموا شظايا؟ عشان نجيب خبز. ليش؟ ما في خبز؟ عشان ما عم نلاقي قليل خبز. ما عم تلاقوا؟ شو هذا اللي بدك؟ هذا الشظايا؟ ايه. فرجيني. شلون عم تلعبوا بالشارع؟ بضلوا تلعبوا بالشارع هيك طول النهار؟ لا ما نلعب الا متطايا عشان نبيع نجيب خبز وخضرة. نجيبوا خبز وخضرة؟ ايه. عم يصير قصف؟ عم يصير بس ما هلا قليل. بالليل عم يصير عليكم قصف؟ بشو عم يقصفوكم؟ شو عم يقصفوكم؟ بالطيارة. الدبابة عم تقصف شيء؟ دبابات ما في هون. ما في هون، منين عم يقصفي؟ من الكتيبة دي. من الكتيبة ما؟ شلون عايشين بالبيت؟